السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة أخطاء يجب أن تتجنبها في امتحانات الثانوية العامة. في طلبة كتير جدا أرسلوا لي رسائل كثيرة على الفيسبوك أو على اليوتيوب إن عايزين نصائح للثانوية العامة. طيب دلوقتي مبدئيا أنا هقول لكم على مجموعة نقاط في منتهى الأهمية، وبرضه هنذكر الكليات المهمة والكليات اللي مش مهمة، كليات القمة وكليات القاع. مبدئيا أنا دلوقتي عايز أذاكر وعايز أحصل وعايز دماغي تثبت فيه المعلومة. قبل ما أذاكر لازم في اشتراطات معينة لازم أعملها. إيه هي؟ رقم واحد، أكون نايم كويس بحيث لما أجي أقعد على المذاكرة ما بقاش مركب زنبلك ولا مركب سوست أقوم في ساعتها أو أخش أنام، لا، أبقى نايم 8 ساعات في مكان مظلم هادي، يقوم جسمي ياخد راحته، يقوم ذهني يكون مستعد للاستيعاب، يبقى النوم الجاي. رقم 2، الأكل، أكون واكل كويس، ما دبهاش قوي عشان أجي أقعد أذاكر أجي نايم، لا، أكون واكل أكل متوازن، ممكن أخد قرص فيتامين علشان أقعد أحصل، ده رقم 2. رقم 3، النظافة الشخصية، لازم أكون مستحمي كويس، ما يبقاش فيه عرق، العرق يقعد ياكلني في جسمي وأنا قاعد، أنا مش عايز حاجة تشغلني عن الاستيعاب والتحصيل، يبقى لازم أكون مستحمي كويس، متليف كويس، لابس هدوم لا عليها عرق ولا عليها حاجة، بحيث ما تبقاش مصدر للإزعاج إن أنا أقوم من على المذاكرة. نظف نفسي كويس، مستحمي كويس، منشف كويس، مأدي فروضي، تمام؟ رقم 4، الملابس المريحة، لازم أكون لابس ملابس فضفاضة مريحة، ما أكونش لابس ملابس ضيقة فتكون محل للإزعاج، كل شوية أعمل كده وكل شوية أعمل كده، لا، ألبس ملابس فضفاضة. رقم 5، الإضاءة الجيدة، ما اقعدش انا بقى ايه في مكان ضلمه عمال ابص يمين وشمال اقرا الكلمات غلط، لا، لازم الاضاءه تكون جيده. 6، المكان المنظم المرتب، اقعد في مكان منظم مرتب، ايضا مذاكرتي تبقى منظمه ومرتبه، لان العقل لا يتقبل الا المعلومات المنظمه والمرتبه، يبقى المكان منظم والمذاكره نفسها منظمه. رقم 7، المكان النظيف الخالي من الحشرات، يعني أنا قاعد في مكان لا فيه دبان ولا فيه ناموس ولا فيه صراصير ولا فيه براغيث، ليه؟ لأن لو كل شوية ناموسة قرصتني أو كل شوية دبانة زنت حوالين مني هتزعجني، أو برغوث قرصني هسيب برضو المذاكرة، فلازم المكان يكون نظيف، ريحته حلوة، الفرش متنشر، تمام؟ مكان هادي. رقم 8، المكان الهادي، مش في بقى ازعاج كل شوية الازعاج ده يفصلني عن المذاكرة، لا، المكان يكون هادي. 9، واخيرا، المكان اللي درجة الحرارة فيه مناسبة او ياريت يبقى مكيف، تمام؟ طبعا في ناس وانا عشرتهم كويس، الناس دي كل الظروف اللي انا بقول عليها دي ما كانتش متوفره ومع ذلك انجزوا. يعني انسان تحدى الصعاب، ما كانش لديه الرفاهيه علشان يذاكر بالشروط دي، لكن في دلوقتي ناس كتير عندهم الشروط دي وما بينجزش برضه، فانت يا ريت الشروط دي تبقى متوفره وتحمد ربنا ان هي متوفره وتنجز. فيا ريت المكان يكون مكان جيد التهويه، مكان درجة الحرارة فيه مناسبة. يبقى كده دي الشروط بتاعتي قبل ما اخش على الاستذكار، قبل ما اخش على
المذاكرة. طيب نيجي بقى لعملية المذاكرة نفسها. المذاكرة نفسها دي لازم أنا لما أخش على منهج، المنهج ده زي الجبل، المنهج ده زي الجبل، لو دخلت عليه مرة واحدة مش هعرف أعمل معاه حاجة. المنهج ده لازم نكسر منه حتة قطعة قطعة، فقطرة ثقبت صخرة. المداومة والاستمرار هتخليك تمسك المنهج ده حتة 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 تكسره. أول حاجة تبص نظرة عامة للمنهج، نظرة عامة للمنهج، يعني المنهج ده 8 وحدات، 4 وحدات، 6 وحدات، كل وحدة كم فصل، كل فصل تفاصيله إيه. أنت كده بتلم بالمنهج كامل، ممكن تلمه من الفهرس. يبقى أنت كده عرفت المنهج ده بصورة عامة بيتحدث عن إيه، تمام؟ بعد كده نظرة تفصيلية لكل حتة بقى، يعني هو 8 وحدات، همسك بقى أنا الوحدة الأولى، الوحدة الأولى فصلين، همسك كل فصل لوحده، تمام؟ اللي بعديها الحاجات المهمة بقى، الحاجات المهمة، الحاجات الهامة، في حاجات هامة قوي بيدرس بيركز عليها المدرس أو بيركز عليها وضع الامتحانات، أحطها في اعتباري، الحاجات المهمة. النقطة اللي بعديها هي الأسئلة، أحط نفسي دايما في جو الامتحانات، إن أنا أحل أسئلة، أحل الأسئلة دايما من أول السنة، أذاكر وأحل أسئلة، أذاكر وأحل أسئلة. طيب في شوية نقط عايز تخلي بالكم منها ضروري. لا، أول نقطة قلتها أنا، المنهج كالجبل لابد من تفتيته، تمام، وإلا سيتحول لوحش ما تقدرش تقرب له. في ناس أيام الامتحانات بيبقى مرعوب رعب رهيب. الشخص ده لو من أول السنة ذاكر باستمرار عمره ما هيترعب من المنهج، المنهج بالنسبة له هيبقى عادي. طيب النقطة اللي بعديها، افرض انت مش ذكي او افرض انت مش نجيب، هتعمل ايه لو انت مش ذكي؟ قدراتك، ما الناس قدرات، في واحد ما فهمه نص نص، في واحد فهمه ربع ربع كده. اولا هتقلد الاذكياء، بص للذكي او بص لللبق اقطره، قلده. احنا ما بنقولش حقد ولا حاجه، لكن انت بتقلده، بتاخده قدامك مثلا وممكن تتفوق عليه. تاني حاجة، لو انت مش ذكي لابد ان تذهب لمدرس يدرس لك المنهج. في دلوقتي مدرسين بيدي الطلبة المنهج كأنه بيديه معلقة في بقه. يبقى انا هقلد الاذكياء، تمام، وهروح لمدرس او درس خصوصي، المعاهد دلوقتي والسنترز كتير جدا، تمام. لا تتحدث كثيرا، يعني انت دلوقتي عايز تنجز، لا تتحدث كثيرا، كن كالإسفنجة. انت دلوقتي قليل في المهارات، قليل في الذكاء، ما تقعدش بقى تلوك ياما بقى، ما تقعدش تلوك ياما بقى وترغي ياما وانت قدراتك قليلة. لا، اقفل وقف ده، اقفله، شغل دول، شغل المنهج العلمي، المشاهدة، الملاحظة، الاستنتاج، المشاهدة، الملاحظة، الاستنتاج. لا تتحدث، كن كالإسفنجة، اشفط معلومة من ده ومن ده ومن ده. شاهد اللبق كيف يتحدث، شاهد الذكي كيف يتصرف، قلده. واحد انجليش بتاعه كويس، قلده، بصله طول الوقت، تقمصه، بصله، هتلاقي نفسك بقيت زيه واحسن، تمام. اخر نقطة، لا تسأم من تكرار المحاولة، لا تسأم من تكرار المحاولة، اوعى تيأس، اوعى تيأس. وقع وقوم، وقع وقوم، مش فاهم النهاردة، اسأل تاني، واسأل تالت، واحضر تاني، واحضر تالت، واحضر رابع، واكتب ورقة وقلم واقعد اكتب، واخد بالك. نيجي بقى للمنهج نفسه او المواد، لابد رقم واحد من ان انت توزع الأهمية، يعني انت ذاكر هنا وهنا وهنا وهنا، ذاكر جغرافيا وذاكر تاريخ وذاكر انجليش وذاكر رياضة وذاكر علوم، كله ما تسقطش حاجة، خصوصا المادة الأخيرة، خصوصا المادة الأخيرة في الامتحانات. ان شاء الله كل يوم ربع ساعة او نص ساعة كده ترجعها على السريع،
اوعى تسقطها، لان في ناس بتركز على المواد الاولانيه وتيجي الماده الاخيره خالص تلاقيه شايلها. لا، انت المجموع بتاعك بيبقى متوسطات المواد كلها، فحاول توزع الاهميه، لا تسقط اي ماده. رقم 2، لا تجري وراء المدرس المشهور، لا، اجري وراء المدرس اللي يوصل لك المعلومه. ممكن مدرس يكون مشهور بالحبشتكنات، بيقف مثلا يترقص ويسقف ومثلا بيشتم الطلبه او بتاع، العيال عيني تبقى منسقه وراه، لا، انت اختار المدرس اللي يوصل لك المعلومه ويكون شخص كاريزما، عنده ثبات انفعالي، راجل محترم، ياخد منك المعلومه مظبوط، ماشي، ما تتاثرش بحد. رقم 3، لا تتقيد بجدول يعطيه لك احد، جدول مذاكره او جدول استذكار ممكن ما يناسبكش انت، انت حط الجدول الذي يتناسب مع ظروفك الشخصيه، تمام. رقم 4، اعترف بقدراتك مع بذل قصارى جهدك. كل انسان فينا له قدرات، يعني انت مثلا ممكن المواد العلمية يستحيل ان انت تتماشى معاها، خلاص انت كده ميولك ادبية. كذلك المستوى نفسه، المستوى نفسه ممكن يكون مستوى متوسط او قليل. بص بقى، المستوى القليل بالاستمرار والتحصيل بتبقى احسن من النابخ، يعني انت بالاستمرار وبالتحصيل وبالاستذكار المستمر وانت قدراتك ضعيفة، انت بتعدي الانسان النابغ. ممكن الانسان النابغ بقى لو اعتمد بقى على ذكائه وكسل، تبص تلاقيه فشل. فانت احترم قدراتك واعترف بقدراتك، لكن انت ابذل قصارى جهدك، تمام. الكليات بقى، في كليات قمة وكليات قاع، الكلام ده هبص، مفيش حاجة اسمها كليات قمة وكليات قاع. اي كلية هي ترس في المجتمع، بس أنا عايز أقول لك على حاجة، ركز على الكلية اللي بتخليك يعني بتخرجك ترس المجتمع في أشد الاحتياج إليه، يعني الناس بتبص للتمريض بصة وحشة، التمريض ده باشا، باشا، سواء معهد، سواء كلية، سواء أي حاجة، التمريض ده بيحتاجوه في كل حتة، أنت لو شغال أساساً ممرض ومعاك رقم تليفون وبتلف كده على المستشفيات والصيدليات، انت ممكن تبقى مليونير من تعليق الكانيولا وتعليق الوريد والغيار والكلام ده. التمريض هام جدا، مثلا اي حاجه فنيه زي محاره، زي دهاره، زي كهربائي سلسيون، زي ميكانيكي، اي مهنه يحتاجها المجتمع، ايضا الدول الاوروبيه والدول وامريكا وكل دول العالم بيحتاجوا المتخصصين دول. يعني في بلاد متقدمة جدا ما بيشتغلوش الحاجات دي، يقول لك دي ديرتي كولر او اللياقة القذرة، احنا ما بنشتغلهاش. بيجي بقى ايه العرب والمغاربة واندونيسيا والفلبين والهند، يروحوا يشتغلوها بيبقوا مليونيرات. اعرف ناس فنيين، يعني انت تقول لك ده سباك، سباك ده مليونير هناك في اوروبا مثلا، او نقاش ده مليونير، او نجار، او بيصنع مكاتب، او بيصنع كراسي، ده مليونير. فانت ركز على الحاجه اللي هتجعل المجتمع في اشد الاحتياج اليك. مش هقول لك بقى ايه طبيب اسنان، طبيب اسنان محتاج مجموع عالي وكده، فني الاسنان اللي بيعمل تركيب الاسنان ده راجل مليونير، مليونير ولا يستغنى عنه اي طبيب اسنان. طيب دي مجموعة كده نقاط مبدئية، وعايز حضراتكم طلبة ثانوية عامة تكتبوا لي استفساراتكم تحت، ايه اللي انت محتاجه. انا كده مديك يعني نقاط عامة علشان موضوع الثانوية العامة وعشان موضوع الخريجين وعشان مواضيع الكليات واهميتها. يا ريت انتوا اي موضوع انتوا محتاجينه اكتب لي تحت الاستفسار بتاعك، ويا ريت الفيديو ده يتنشر على كافة الجروبات وعلى كافة الصفحات، لأن الناس في أشد الاحتياج لهذا الكلام. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجت أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، على أمل في اللقاء القريب. تكيرو موتشو
ميموري سينيوري، إني أحبكم في الله بكل لغات العالم، فردوها علي في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.